في يوم من أيام شهر سبتمبر سنة 1969 استدعى الرئيس جمال عبد الناصر لمكتبه اللواء أركان حرب محرز مصطفى عبد الرحمن مدير المخابرات الحربية. لما وصل اللواء محرز لاحظ أن الرئيس جمال عبد الناصر باين على ملامحه الهجوم والغضب الشديد، ولكن حتى قبل ما ينطق بكلمة واحدة بدأ عبد الناصر بالكلام وقال: أخبار رجالتنا في السويس إيه يا محرز؟ فرد عليه وقال له: تمام يا فندم، قايمين بشغلهم وواجبهم على أكمل وجه، وعملياتهم مسمعة زي ما سيادتك عارف. رد عليه عبد الناصر وقال له: مسمعة فعلا يا محرز، ولكن مسمعة عند مين؟ الكلام ده مسمع عندنا احنا، احنا عايزين الكلام ده الدنيا كلها تشوفه وتسمعه، لازم نجبرهم انهم يعترفوا قدام العالم كله ان المصريين هم اللي بينفذوا العمليات دي، ومستحيل هيعترفوا بالكلام ده الا لما نفضحهم ونكسر عينيهم. مش هم بيقولوا على اولادنا انهم مرتزقة ومخربين؟ خلينا بقى نعرفهم المرتزقة والمخربين بيقدروا يعملوا ايه. قال له: تمام يا فندم، تعليمات سيادتك. رد عبد الناصر وقال: العملية الجاية هتتعمل في وضح النهار مش بالليل، ولازم العلم يتزرع مكان التنفيذ، ومش هيفضحهم ويكسر عينيهم ويجبرهم على الاعتراف قدام العالم كله إلا لو جبنا واحد من عندهم. وقبل ما يمشي من مكتبه سأله وقال له: مين من رجالتنا عندهم في السويس؟ فرد عليه اللي هو محرز وقال له: عندهم العقيد بدر حميدة. فرد عليه عبد الناصر وقال له: وأنا حالا هبعت لهم حسين دراز عشان يشرف بنفسه على التدريب. وعلى فكرة حسين دراز كان واحد من الحرس الشخصي للرئيس جمال عبد الناصر. وقبل ما ندخل في تفاصيل العملية اسمح لي أضيف لحضرتك معلومة بسيطة. عايزك تعرف إن اللواء أركان حرب محرز مصطفى يعتبر من أكفأ مديري المخابرات الحربية اللي مروا على تاريخ مصر، وهو اللي تمت في عهده عمليات إيلات والحفار، وأشرف بنفسه وأدار عملية الخداع المصاحبة لتحريك حائط الصواريخ للجبهة المصرية، واتكتب عنه سطور ومقالات كتير جدا سواء من القادة المصريين أو الإسرائيليين. المهم إن بعد ما اللواء محرز خرج من مكتب عبد الناصر اجتمع مع العميد حسين دراز في مكتبه، وبدأوا إن هما الاتنين يتكلموا في بعض التعليمات والتفاصيل اللي هيشتغلوا عليها، وبلغوا بإن اللي هينفذوا العملية رجالة السويس، أو بمعنى أدق فدائيو منظمة سيناء العربية. تاني يوم مباشرة اتحرك العميد حسين من القاهرة وتوجه على مكتب المخابرات في السويس. وعايز أقولك إن السويس بعد نكسة 67 كانت صورة مثالية للدمار والخراب، وكان تقريبا معظم الوحدات والمراكز والقيادات العسكرية عبارة عن كوم تراب على الأرض، وعشان كده المخابرات الحربية في السويس اتخذت من مدرسة كانت موجودة جنب مبنى محافظة السويس كمقر ليها. وأول ما وصل العميد حسين هناك كان في استقباله العقيد بدر حميدة مدير جهاز المخابرات الحربية بالسويس. قعدوا بقى مع بعض وبدأوا يتكلموا في الخطوط العريضة للعملية، وفهموا التعليمات اللي هو جاي بيها من القاهرة، إن العملية هتتم في وضح النهار وفي العمق، ولازم يتزرع العلم في مكان التنفيذ، والأهم العودة بأسير من عندهم. لحد كده والكلام كويس جدا، لكن أهم حاجة كانت بتدور في دماغ العميد حسين في التوقيت ده مين الرجالة اللي هينفذوا العملية. واسمح لي كده قبل ما نكمل العملية أقول لك تفصيلة صغيرة كده عن منظمة سيناء العربية. بعد نكسة 67 وحالة الخراب والدمار اللي أصابت السويس، كانت مدينة السويس في التوقيت ده بيبلغ عدد سكانها ما يقرب من 300 ألف نسمة. بعد النكسة وحالة التهجير اللي حصلت أصبح عدد السكان ما يقرب من 5000 نسمة فقط. خرج من وسط السكان دول مجموعة من الشباب الفدائيين اللي كان على رأسهم البطل الفدائي محمود عواد والبطل الفدائي محمود طه. قاموا جايين لمين بعضهم وطلعوا على مقر مكتب منظمة التحرير الفلسطينية اللي كان موجود في القاهرة، وطلبوا من المنظمة الفلسطينية إنهم ينضموا إليهم في مقاومة العدو الصهيوني، ولكن المنظمة رفضت طلبهم تماما. بعد الموقف اللي حصل ده فالخبر او المعلومة وصلت للمخابرات الحربية المصرية، فالمخابرات الحربية بعتت جابت شباب المقاومة دول وقعدوا معاهم وقالوا لهم: احنا هنمدكم بالسلاح وهندربكم ونعمل لكم كل اللي انتوا عايزين، وقالوا لهم اشتغلوا زي ما انتوا عايزين ولكن بعلمنا وتحت اشرافنا عشان ما يحصلش اي تعارض ما بين العمليات اللي هنقوم بيها والعمليات اللي انتوا هتقوموا بيها، ودايما يبقى فيه تنسيق وتبادل للمعلومات ما بيننا وبين بعض، وهتشتغلوا تحت اسم منظمة سيناء العربية. أثناء تدريب عناصر وأعضاء المنظمة من الفدائيين كانت المخابرات الحربية بتعمل حاجة اسمها انتقاء وفرز، فكانوا بيعملوا الانتقاء والفرز ده على حسب الأكثر كفاءة وسرعة البديهة والأكثر في اللياقة البدنية. فكان في قائمة موجودة عندهم بأسماء الفدائيين الأكثر جاهزية للقيام بالعمليات الأشد خطورة، وبناء على القائمة دي تم اختيار العناصر اللي هينفذوا العملية،
واللي كانت أسمائهم كالتالي: الفدائي محمود عواد، مصطفى أبو هاشم، إبراهيم سليمان، حلم شحاتة، محمود طه، أشرف عبد الدايم، سعيد البشتلي، عبد المنعم إناوي، محمد سرحان واللي كان شهرته ميمي سرحان، أحمد العطيفي، فايز أمين، فتحي عوض الله، غريب محمد غريب، عبد المنعم خالد. وبعد ما تم اختيار الأسماء اللي هيقوم بالتنفيذ، طلب العميد حسين أنه يقعد مع الأبطال عشان يفهمهم طبيعة العملية ومدى خطورتها. وبالفعل كانت المقابلة الأولى داخل منزل الفدائي محمود عواد، واللي كان موجود بالقرب من ميدان الأربعين بمحافظة السويس. وخلال المقابلة اتكلم معاهم في بعض التفاصيل وطلبات القيادة العامة، وقال لهم بأن التدريبات والاستطلاع هيبدأوا من تاني يوم مباشرة، وقال لهم أن بناء على نتائج الاستطلاع وجاهزية المجموعة الفدائية للتنفيذ هيتم تحديد ميعاد العملية. وتاني يوم مباشرة بدأت مجموعات الاستطلاع أنها تشوف شغلها عشان يحددوا أنسب نقطة هيتم العبور منها والتنفيذ عليها. وكانت المنطقة اللي بينفذوا الاستطلاع منها قرية اسمها قرية عامر، موجودة غرب قناة السويس بمنطقة الجناين. وكانوا كل يوم يروحوا المنطقة دي يصلوا الفجر، وقبل شروق الشمس كل واحد فيهم يطلع على نخلة عالية مع أكله وشربه والنظارة اللي بيراقب منها، ويفضلوا في وضع الثبات والمراقبة فوق النخلة من قبل شروق الشمس لحد ما الشمس تغيب. كل واحد فيهم معاه ورقة وقلم، كل التحركات اللي بتحصل قدام عينيهم بتتكتب بالدقيقة والثانية. وأول ما الشمس تغيب كلهم ينزلوا من على النخل، كل واحد فيهم بقى كاتب ورقة يروح يسلموها للعميد حسين والعقيد بدر حميدة. المهم ان هم بيحللوا نتائج الاستطلاع اللي بتجيلهم من التقارير بشكل يومي، لاحظوا ان عند منطقة اسمها منطقة المعدية، ودي بتبعد 8 كيلو متر شمال مدينة السويس، لاحظوا ان في دورية الجيش الاحتلالي الاسرائيلي بتعدي يوميا الساعة 7 صباحا من المنطقة دي. وكانت الدورية دي عبارة عن دبابة واحدة وعربيتين مجنزرتين بكامل سلاحهم وعتادهم وأفرادهم. من اللحظة دي كان القرار إن الهدف هو الدورية دي. واستمرت عمليات الاستطلاع والتدريب بشكل مكثف جدا جدا، لحد ما في يوم من الأيام حصلت حاجة غريبة في بداية شهر نوفمبر سنة 1969. كان كل يوم وبعد منتصف الليل يبدأوا يشوفوا أضواء ويسمعوا أصوات عالية جدا. الأضواء والأصوات دي جاية من اتجاه العدو خلف خط بارليف، وكانت الأصوات دي عبارة عن صوت لجنازير المدرعات والدبابات. وتكرر الموضوع ده 3 أيام على التوالي، كل يوم بالليل يسمعوا نفس الأصوات ويشوفوا نفس الأضواء، ولكن للأسف مفيش أي معلومة عندهم باللي بيحصل. وطبعا بسبب الأضواء والأصوات دي كانوا كل الجنود المصريين اللي موجودين على الجهة المقابلة مفيش واحد فيهم عينه بتدوق طعم النوم ولا الراحة، كانوا في حالة استعداد وتأهب مستمر ليحصل أي هجوم من العدو الصهيوني. وتفضل الأصوات دي شغالة طول الليل لحد ما الفجر يطلع. أول ما الفجر يطلع لا في صوت ولا في ضوء، وفضلوا على كده 3 أيام لحد يوم 4 نوفمبر سنة 1969. جه الفدائي محمود عواد والفدائي مصطفى أبو هاشم استأذنوا القائد بدر حميدة إنهم يعبروا لوحدهم بالليل، وقالوا له: فندم إحنا هنعبر لوحدنا النهاردة عشان نستكشف كده ونشوف اللي بيحصل هناك ايه. وفعلا في نفس اليوم بالليل وعند مصدر الصوت نزل الفدائي محمود عواد والفدائي مصطفى ابو هاشم لمية القناة، اخدوها سباحة لحد ما وصلوا البر التاني. اول ما وصلوا هناك كانت المفاجأة، كل الاضواء والاصوات اللي كانوا بيشوفوها ويسمعوها ما هي الا اسلوب من اساليب الخداع. اكتشفوا ان اليهود ولاد اليهود عاملين قواعد خرسانية صغيرة وزارعين فوق القواعد الخرسانية دي كشافات بزوايا مختلفة عشان يوهمك وانت على البر التاني انك دايما تبقى شايف فيه أضواء وكأنها أضواء سيارات ومدرعات جاية من عمق سيناء. وعشان يحبوك التمثيلية بقى علينا أكتر، قاموا ناشرين مكبرات صوت على مساحة واسعة، وكانت مكبرات الصوت دي مسجل عليها أصوات لجنازير الدبابات والمدرعات عشان يفضل طول الليل وهمك ان فيه هجوم داخل عليك، وتفضل انت طول الليل صاحي عينك ما تدوقش طعم النوم في حالة تأهب واستعداد 24 ساعة. مش بقولك يهود ولاد يهود. المهم ان الفدائي محمود عواد والفدائي مصطفى ابو هاشم ما حبوش بقى يرجعوا للقائد بتاعهم ولزمايلهم وايديهم فاضية، قاموا جايبين ميكروفون معاهم وهم جايين عشان يطمنوهم ويثبتوا لهم ان كلامهم صح. واول ما رجعوا من هناك بلغوا المعلومه وسلموا الميكروفون اللي معاهم. في نفس التوقيت اتحرك العميد حسين وعمل مكالمه تليفونيه، وكان الواضح انه بيكلم القياده في القاهره. قفل الخط من هنا وبص للرجاله وقال لهم: مستعدين تنفذوا النهارده الفجر؟ طبعا كلهم بصوت واحد بمنتهى السعاده والقوه والبساله
قالوا جاهزين يا فندم. قال تمام، توكلنا على الله، اجمع بقى الرجالة عشان هننفذ الليلة. بمنتهى السرعة كانت المجموعة كاملة موجودة في مكتب القائد، واجتمعوا كلهم والتفوا حوالين خريطة كبيرة وبدأ يلقنهم تعليمات التنفيذ ومعدات التسليح. وكانت تعليمات القائد ليهم قال لهم نصا وحرفا: أنا مش عايز فرح العمدة، سلاحك في إيدك والطلقة براجل، والطلقة الأولى والإشارة هتبقى من مصطفى أبو هاشم، مفيش أي حد يضرب قبله، وما تنسوش يا رجالة العلم واحد منه. واحد من أبطال العملية بيحكي ويقول: كنا رايحين ننفذ وإحنا عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى إنه هينصرنا، لكن كل واحد فينا كان حاسس إنه رايح مش راجع، لأن المرة دي ما كانتش زي كل مرة. إحنا متعودين إننا بنروح بالليل نزرع العبوات ونجيب بعضنا ونرجع، ولكن المرة دي مطلوب مننا أسير، يعني هيحصل اشتباك وجها لوجه، والله أعلم مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت. يعني تقدر تقول عليها عملية انتحارية، رايحين ومش راجعين. حتى إن القائد نفسه قال لهم: يا رجالة محدش عارف إذا كانت الوشوش هتتقابل مرة تانية ولا لأ، وعشان كده بعد جاب لهم عشوة كبيرة وكانوا بيعتبروها كده كأنه العشاء الأخير. وبعد التلقين الأخير للعملية وقبل ما يتحركوا بدقايق رن جرس التليفون، وكان على الخط اللي هو محرز مصطفى مدير جهاز المخابرات، وطلب إنه يكلم الفدائي محمود عواد وقال له: شد حيلك يا عواد، البلد محتاجة لكم. خلصت المكالمة من هنا، وبعد دقيقتين التليفون رن مرة تانية، رفع السماعة وكانت المفاجأة للجميع، اللي على الخط الرئيس جمال عبد الناصر، وطلب انه يكلم قائد المجموعة محمود عواد. قال له: يا عواد العملية مفتوحة قدامك وتصرف زي ما انت عايز، شدوا حيلكم وان شاء الله ترجعوا بألف سلامة، احنا والبلد كلها في انتظاركم. طبعا المكالمة دي رفعت من روحهم المعنوية للسماء، وكان هاين عليهم لو شافوا الزلط قدام عينيهم ياكلوه. ومع فجر يوم 5 نوفمبر سنة 1969 كانوا واصلين وحاطين رجليهم على الشط، وكانوا قسمين نفسهم لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اسمها المجموعة الساترة اليمنى وتسليحها RPG وسلاح خفيف. المجموعة الثانية اسمها المجموعة الساترة اليسرى ومعاهم RPG وسلاح خفيف. المجموعة الثالثة اسمها مجموعة الاقتحام، ودول اللي مهمتهم زرع العبوات وزرع العلم. وأول اتنين نزلوا المية منهم كان الفدائي محمود عواد والفدائي محمد سرحان والشهير بميمي سرحان، لأنهم كانوا أكثرهم إجادة للسباحة. أول ما نزلوا المية كانوا رابطين حبلين حوالين وسطهم، عاموا لحد ما وصلوا البر التاني، وهناك بالحبلين دول كانوا مربوطين في القارب المطاطي اللي زمايلهم هييجوا فيه. بدأوا يسحبوا زمايلهم بالقارب المطاطي عشان ما يحصلش أي انجراف للقارب بسبب موجة المية. بكده المجموعة بالكامل وصلوا البر التاني، وبعدها بدأوا يتسلقوا الساتر الترابي. فوق الساتر الترابي بقى في المنطقة دي كان العدو عامل حاجة اسمها الأوتاد الخشبية، ما بين كل وتد ووتد مسافة 5 متر، موصلين ما بين الأوتاد الخشبية دي سلك اسمه سلك إعصاري، اللي بيبقى ملفوف كده عامل زي السوستة. لو السلك الإعصاري ده بقى اتقطع بالغلط بتحصل حاجة اسمها عملية ارتداد، لأن زي ما قلت لحضرتك السلك ده عامل زي السوستة، لو قطعته فبيرتد بسرعة. أثناء عملية الارتداد دي هم حاطين جهاز عند كل وتد عشان يلقط لحظة الارتداد، أول ما تحصل يديهم إنذار عندهم إن في حالة اختراق أو تسلل حصلت، وبالتالي يلحقوا يتصرفوا. طبعا رجالتنا كانوا مدربين على الكلام ده كويس جدا، ولكن يبدو إن حصل خطأ معين أثناء عبورهم للسلك الإعصاري، ولكن مفيش أي حد منهم انتبه للخطأ ده، والخطأ ده اللي هم بنفسهم هيكتشفوا أثره أثناء تنفيذ العملية بعد ساعات قليلة. المهم إن هم بعد ما عدوا السلك فضلوا ماشيين لحد النقطة المتفق عليها، أول ما وصلوا هناك زرعوا الألغام في الطريق أو المداء اللي هتعدي منه الدورية، وحفروا بعدها حفرة على عمق زراعة كامل عشان زرع العلم. وبعد كده كل مجموعة منهم خدوا مكانهم في ساتر كده على بعد 50 متر من الانفجار. المفروض وحسب الاستطلاع اللي هم بنفسهم عاملينه إن الدورية بتعدي يوميا الساعة 7 صباحا. اليوم ده وصلت الساعة 7 والدورية ما وصلتش، وصلنا لحد 7:30 وبرضو الدورية ما عدتش. طبعا عن طريق اللاسلكي بلغوا القيادة وقالوا لهم إن الدورية لحد دلوقتي لسه ما وصلتش، وده على غير العادة. فالقائد على اللاسلكي قال لهم: إلغي العملية حالا، انتوا كده اتكشفتوا وأكيد 100% هيبعتوا قوات تمشط المنطقة، كده حياتكم في خطر، إلغي العملية وارجع حالا. بيقول البطل محمود عواد في شهادته:
لما سمعنا كلمة إلغي العملية والقيادة بتقول ارجعوا، ردنا عليهم في اللاسلكي وقلنا لهم تمام يا فندم، وبعدها قفلنا الجهاز واتفقنا كلنا في وقتها إننا هنكمل واللي ربنا كاتبه هنشوفه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا دوب عدت 10 دقايق وفي تمام الساعة 47 دقيقة بدأت بقى البشاير تهل. لمحوا الدورية الإسرائيلية وهي جاية من بعيد، ولكن كان واضح جدا انهم اكتشفوا التسلل، لان حسب الاستطلاع واللي كانوا هم بنفسهم بيعملوه بشكل يومي، كانت الدورية دي كل يوم وهي معدية بيبقى معاهم اعزكم الله كلب من كلاب الحرب، وكان الكلب ده مدرب على كشف الالغام. ولكن اليوم ده اللي هو يوم تنفيذ العملية كان معاهم 5 كلاب حرب، وكانوا ماشيين قدام المجنزرتين والدبابة 2 عساكر وضابط اسرائيلي، مهمتهم انهم يبصوا على الارض ويشوفوا اي اثار للاقدام. الحاجة التانية برضو واللي دللت على انهم اكتشفوا فعلا ان في تسلل حصل، ان كانوا يوميا المسافة ما بين المجنزرة الاولى والتانية لا تتعدى 4 امتار، والمسافة ما بين المجنزرة التانية والدبابة اللي في الخلف برضو لا تتعدى من 4 ل5 امتار. ولكن في اليوم ده اللي هو يوم تنفيذ العملية كانت المسافة ما بينهم بعيدة، تفاجئوا ان المسافة ما بين المجنزرة الاولى والتانية تتعدى ما بين 10 و15 متر، والمسافة ما بين المجنزرة التانية والدبابة في الخلف برضو تتعدى ما بين 10 و15 متر. وبالتالي فبعد ما كان حيز تنفيذ العملية منطقة صغيرة، أصبح حيز تنفيذ العملية منطقة كبيرة. وهنا طبعا بيجي دور الكفاءة وسرعة البديهة والتغيير والتعديل التكتيكي التلقائي بدون أي خطط مسبقة. يدوب دقايق وبدأت الدورية بالفعل تقترب منهم، وقبل الدورية ماشي 5 كلاب ومعاهم عسكري عشان لو أي كلب منهم لقط أي حاجة فيجري العسكري يشوف في إيه. أول ما الكلاب قربت من اللغم والعسكري الإسرائيلي وراهم، ساعتها الفدائي مصطفى أبو هاشم أيقن إنه لو استنى دقيقة واحدة الخطة بالكامل هتتكشف والعملية هتفشل، وعشان كده أخذ القرار في نفس اللحظة، وأول طلقة تخرج من سلاحه كانت في صدر العسكري الإسرائيلي جابته الأرض. ودي كانت إشارة البداية للمجموعات الفدائية اللي أول ما سمعوا صوت طلقة مصطفى أبو هاشم خرجوا من ورا السواتر وبدأوا تنفيذ الهجوم. كان سلاح الأربيجي موجود مع الفدائي إبراهيم سليمان في الناحية اليمنى، والفدائي حلم شحاتة من الناحية اليسرى. أول ما سمعوا صوت طلقة الإشارة كانوا الاتنين مصوبين سلاحهم على الدبابة مباشرة، وفي نفس الحال وقفوها في مكانها. عناصر الدورية لما شافوا الدبابة بتاعتهم استهدفت وتعطلت قدام عينيهم، حاولوا بقى المجنزرتين إنهم يروغوا ويهربوا من المواجهة، ولكن بسبب إطلاق النار الكثيف عليهم أجبرت واحدة من المجنزرتين إنها تمر فوق واحد من الألغام فانفجرت باللي فيها. فأصبح التعامل دلوقتي مع مجنزرة واحدة بالطقم اللي فيها، وكان كل هم رجالتنا إنهم يرجعوا على الأقل بأسير منهم. وفعلا كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليهم إنهم تمكنوا من أسر واحد من جنودهم. وبعد ما تم القضاء على الدورية بالكامل راحوا على المكان اللي كانوا مجهزينه عشان يزرعوا العلم. وعايز أقول لك بمناسبة زراعة العلم إن في واحد من الفدائيين كانت مهمته أثناء عبور القناة ويطلع ينفذ العملية شايل على كتافه عرق خشب طوله 4 متر. عرق الخشب ده اللي بيستخدموه إخواتنا في أعمال الخرسانة المسلحة، كان شايله طول العملية عشان أول ما يتم التنفيذ يتم رفع العلم عليه، وحفروا في الأرض مسافة ذراع. بعد كده جابوا الأسير وشالوا الفدائي محمود عواد على كتافه، وكان بيتبادل حمل الأسير مع الفدائي محمود طه. وأول ما وصلوا للشط كان القارب في انتظارهم، والحمد لله رجعوا سالمين للضفة الغربية، والحمد لله كانوا أبطالنا سبب في رفع الروح المعنوية في الجيش المصري بالكامل اللي ما صدقوا إنهم يشوفوا علم مصر مرفوع مرة تانية على أرض سيناء المحتلة، وأجبروا الإسرائيليين على إنهم يخرجوا قدام العالم كله يعترفوا بخسائر العملية. وخرج المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي وأعلن نتائج العملية، مقتل 9 إسرائيليين وجندي 1 أسير. وخرجت الجرايد المصرية والعربية ونشرت الخبر للعالم كله، وعرفوا اليهود وقتها إننا قادرين نعمل أي حاجة وفي أي وقت. وبعدها مات الأسير الإسرائيلي بسبب الإصابة اللي كانت فيه، وطلب الجيش الإسرائيلي إنه يتسلم جثته عن طريق الصليب الأحمر، وبالفعل تم تسليم جثته عن طريق الصليب الأحمر، وتمت من خلال صفقة تبادلية مع بعض الأسرى المصريين اللي كانوا مازالوا في السجون الإسرائيلية من بعد نكسة 1967. وتوالت بعدها العمليات والبطولات وصولا لحرب الكرامة، حرب رمضان أكتوبر سنة 1973. الأسماء اللي أنا قلتهم لك في فيديو النهاردة هم مجموعة من 12 فرد،
ولكن الفدائيين الأبطال اللي كانوا موجودين في السويس والإسماعيلية وبورسعيد وسيناء كان عددهم بالمئات والآلاف. عايز أقولك إن نبتة بس المجموعة دي أول ما نشأت كانوا 757 فدائي، ومع الوقت تحول عددهم لمئات وآلاف الفدائيين، بنات وسيدات قبل الشباب والرجال. وطبعا البعض من الأسماء اللي تم ذكره النهاردة تم تكريمهم أثناء الاحتفالات بانتصارات أكتوبر أو بأعياد تحرير سيناء، ولكن البعض منهم لم ينل حظه من التكريم، لأن في ناس منهم استشهدت من قبل انتصارات أكتوبر، ولكن شهادتهم لوحدها أرفع وأعظم تكريم من رب العالمين، وأدعو الله سبحانه وتعالى إني أكون واحد من المحظوظين اللي ينالوا الشهادة. ولحد هنا وبتخلص حلقة النهاردة، وبعتذر ليكم لو طولت عليكم. إن شاء الله في حلقات جاية هنكمل فيها بطولات أبطالنا الفدائيين. عاشق.